السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الدرس سبق لي ودرته، وهو عبارة على ملاقية سبق لي ودرتها، ولكن بعض السيدات طلبوا مني أنني نعاودها بألوان مختلفة. هذاك الشيء علاش قررت أنني نعاودها لكم اليوم بهذه الألوان. هادو كنتمنى هذه الألوان يكونوا واضحين. أول حاجة غادي نديروها هي الحبكة، ثبتنا الخيط، دابا غادي نخدمو عادي الحبكة عادية جدا. تندوروا الخيط لهذا الاتجاه بهذا الشكل هذا، وترجعوا البرق في وسط هذا العين وتنطلعوا. تستمروا هنا، هنا الخيط تيكون دائما، ركزوا هنا، مرة تيدور هكا بحال هذا الشكل هذا. المرة الجاية تندوروا العكس لجهتنا، دابا غادي يدور لجهتنا حنا بحال هكا، غادي يكون الخيط بهذا الشكل هذا، وغترجعوه هنا وتكملوا الخدمة بهذه الطريقة هذه حتى تحبكوا السطر الأول وترجعوا تحبكوا السطر الثاني. هاد الحبكة غادي نستعملوا فيها جوج ديال الأسطر. أنا سبق لي ودرتها ولكن الألوان كانوا غير واضحين، هادشي علاش قررت انني نعاود هاد الخدمه هادي. هتستمروا هنا في الحبكه على طول الخدمه اللي عندكم. اللي بغات تلاقي بها الجلابه كامله ممكن انها تستخدمها، تلاقي بها الجلابه كامله، او تستخدمها تلاقي بها غير من حدا، تلاقي بها غير من حدا النصف طوق. غتستمروا بهذا الشكل هذا حتى تكملوا. دابا غادي نوضعوا هنايا السطر الثاني، غنوريكم السطر الثاني كيفاش. كما تعودنا اول حاجه الخيط غادي يكون في هذا الاتجاه بحال هكا، وغنطلعوا من هذا اللي درنا في الاول، وكنرجعوا هنايا الخيط، ترجعوا الاتجاه ديالنا بحال هكا، ونرجعوا نضربوا في هذا اللي كوناها في الاول، ونكملوا بنفس الطريقه نضربوا هنا في الحبكه. هنا ممكن تستعملوا سطر واحد او ممكن تستعملوا سطرين، كيف ما انا هنا غادي ندير، غندير سطرين. ممكن تستعملوا حتى ثلاثه الاسطر، كل واحد يستعمل العدد المناسب ليه، العدد اللي بغاه هو. دائما ترجعوا تضربوا في العين اللي كتكونوا. انا هنا غادي نكمل الخدمه وغنرجع نوريكم اهم حاجه كيفاش غنلاقيو ما بين هادي وهادي. هاد الدرس انا سبق لي ودرته. دابا هنا من بعد ما وضعنا هاد السطرين غنوريكم الطريقه. هنا خديت هاد اللون هذا، كنتمنى هاد اللون يكون واضح. انتبتوا اول حاجه، انتبتوا الخيط، من بعد ما ثبتناه نرجعوا الحبكه اللي حداها دابا غادي نرجعوا لهذا الخيط اللي كوناه، وغادي نلويو الخيط جوج ديال المرات، مرتين، وغادي نزيروا هنا الخيط. فاش وصلنا لهذا الراس هذا ما نرجعوش نضربوا هنا، ضربوا في هذه كيما الخيط هاك هاد الشكل هذا، ها هو الخيط، الخيط في الاتجاه ديالي فين انا، نرجعوا نضربوا هنا بهاد الشكل هذا. شوفوا هنا كيفاش غتكون هاد الدائره وغتسد هنا، وغنرجعوا نضربوا في هاد الغريزه اللي تكونات عندنا في الاول، هاد الغرزه هادي. نجمعوا الخيط، هنا ولات عندنا درايسه، نرجعوا نضربوا في هاد الحبكه اللي حداها، ونرجعوا لهاد اللي كوناه دابا، هنا تكونات عندنا غريزه،
نرجعوا ليها نلويو الخيط على جوج الخطرات يعني مرتين، ونجرب مزيان ونرجعوا دائما كما قلت لكم الخيط ها هو الاتجاه. انا هنا مقربه الكاميرا بزاف، الخيط ها هو الاتجاه ديالو. نرجعوا نضربوا في الحبكه اللي حداها، ها الحبكه الاولى الحبكه الثانيه اللي حداها، وغادي نجمعوا هاد الخدمه ونرجعوا ندوروا الخيط في هاد الاتجاه الاخر بحال بهذا الشكل هذا، ونضربوا هنا في الغريزه اللي تكونت عندنا. ونرجعوا كذلك ضربوا هنايا في الحبكه اللي حداها، واستمروا بنفس الطريقه، نفس الطريقه غادي نستمروا بها. دائما ترجعوا لهاد الغريزه اللي حبكنا هنا، ودائما غتكملوا بنفس الطريقه. اللي بغات انا حليت قناه جديده للتعليم الكروشي، اللي بغات تدخل تعلم الكروشي بالدروس ديالو من البدايه تقدر تدخل قناه ام مريم الكروشي، قناه جديده يلاه حليتها. غنوضع لكم الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف، ممكن تدخلوا ترجعوا صندوق الوصف غادي يطلع لكم الرابط، ضغطوا عليه وغادي ياخذكم مباشره للقناه. هاد القناه فيها الراندا والكروشي والخياطه، فبغيت انني كل حاجه ندير لها قناه باش كل سيده تمشي للحاجه اللي هي باغا. دابا غادي نتكملوا. انا سابقا في الفيديو السابق كنت وضعت 20 درسه، هاد الدرس هذا اللي بهذا اللون الازرق وضعت 20، وما بين كل 20 وضعت فراغ. فهذا الدرس هذا غير هنا وضعت لكم غير مثال، غادي نوضع غير غنوضع غير 5، وما بين كل 5 غادي نوضع لكم فراغ. واحد السيده قالت لي هذاك الفراغ ممكن نوضعوا فيه عقيقه، صراحه فكره مزيانه. هذاك الشيء علاش انا غادي نوريكم هنا كيفاش توضعوا العقيقه، كيفاش توضعوها هنايا. انا غناخد هذه العقيقه، هذه هنا العقيق على حسب الذوق. العقيقه هنا ثبتناها، غادي نوضعوا غنخليو ليها هاد الحبكه الاولى، ما نضربوش فيها، غنضربو في الثانيه. اللي بغات تخلي فراغ فما ما ديرش هاد العقيقه وتخلي هاد الحبكه هادي، ما تضربش فيها، تضرب في اللي حداها باش يتكون عندها فراغ. كذلك في الجهه المقابله غنخليو هاد الحبكه وغنضربو في هاد الحبكه هادي. دابا غادي نرجعو بعدا نديرو واحد درايسه هنا، هذا غادي نديرو ونخليو هاد الحبكه ونجيو للثانيه اللي حداها. هنا ها هي جات هاد العقيقه، صراحه السيده طلبات مني انني انها تستعمل عقيقه، وانا قلت لها لو بغيتي تستعمل عقيقه استعمليها، وقررت انني نديرها لكم في هاد الدرس باش ني تشوفوا كيفاش اللي بغات تستعمل عقيقه تستعملها. هنا العدد ديال انا هنا كما قلت لكم وضعت 5، في كل 5 غادي ندير عقيقه. اللي بغات توضع 10، ما بين كل 10 عقيقه، ما بين كل 20، العدد اللي بغيتو، العدد المناسب ليكم. في الدرس القادم ان شاء الله انا قررت ان هاد الخدمه هادي بزاف قالوا باللي ممكن انهم يستعملوها كخدمه ماشي كملاقيه، يعني ملاقيه غادي غير لاقيو بها الجناب، غنستعملوها كخدمه نخدموا بها الجلابه من الفوق حتى لتحت. فانا قررت انني نضيف عليها بعض الاضافات باش تجي كخدمه، تجي خدمه زوينه، يعني ما تجيش غير ما يبقاش غير هاد الشكل هذا عادي، تجي خدمه متناسقه. هذاك الشيء علاش غادي ندير لكم هاد الدرس هذا في الفيديو القادم، نوريكم كيفاش ترجعوا هاد الملاقيه خدمه، تخدموها في الجلابه من الفوق حتى لتحت، خصوصا الجلالب ديال فصل الربيع وفصل الصيف. هذوك الجلالب ديال فصل الربيع وفصل الصيف تيكونوا جلالب خفاف
واغلبيتهم تيكونوا فيهم عده الوان، تيستعملوا فيهم بزاف ديال الالوان. فغادي تجي هاد الخدمه صراحه غتجي رائعه بزاف هذوك وحتى في ثوب جوهره، لان ثوب جوهره خفيف، فكذلك اللي بغات تستعمل هاد الخدمه في ثوب جوهره. انا غادي نوريكم طريقه اخرى نفس هاد الخدمه هادي، غندير نضيفوا عليها غير بعض الاضافات. هنا غادي فاش وصلنا لهاد المرحله هادي، قبل ما نضربوا في الحبكه غناخدو العقيقه، نركبوا العقيقه ونضربوا في الحبكه اللي حداها، نخليو هاد الحبكه الاولى ونضربوا في الحبكه اللي حداها. اللي ما بغاش تركب عقيقه تستعمل نفس الطريقه. هنا غادي نرجعوا لهاد لهنا وغن نديرو درس عادي جدا، نخليو كذلك هاد الحبكه ونمشيو لهادي نفس الطريقه، دائما تنخليو حبكه ونمشيو للثانيه ونكملو بنفس الطريقه كما درنا في الاول. متنساوش الانضمام لقناتي الجديده طبيعه الحال اللي مهتمه بالكروشيه. وشكرا على المتابعه.